هي بمكان قريب وما لازم تهرب منكن. وين بدها تكون يعني؟ باني. آه معلم، لقيت جزدان البنت. أنا متأكد إنها ما بعدت، رح تكون هون بالمنطقة. البنت ما لازم توصل على المحكمة تحت أي ظرف. ماشي معلم، ماشي معلم. هدول عم يحاولوا يمنعوني أوصل على المحكمة، ليش؟ روح دور عليها وما ترجع بدونها. الشاب عم يدور بالاتجاه الثاني، لكن أنا بروح من هي الجهة. مين كان عم يتصل بكارا؟ طلع بدون ما يحكي ولا كلمة، وحتى قال لي أنا ما رح طول وبرجع. يلا المهم يكون بخير. شو تاريخ ميلادها لمهيرة؟ بهي الطريقة رح أقدر أتعقب تليفونها وأعرف هي وين موجودة هلأ بالضبط. ما تخافي مهيرة، رح أنقذك. مهيرة شو عم تعمل هون؟ هذا مستودع، شو بدها فيه؟ كاراني جي لعندي. ألو مهيرة، وينك أنت؟ كاران، أنا متخبية بخرابة، إذا بتريد تعا ساعدني. مهيرة، ألو 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 مهيرة. خلص ما تقلقي، أنا عرفت موقعك، جاي لعندك. كاران، في شباب زعران عم يلاحقوني من لما كنت عم حاكيك. أنا متخبية منهم، مالي فهمانة شو عم يصير وليش عم يلاحقوني حتى، بس أنا سمعتهم قبل شوي عم يحكوا مع بعض إنهم ما بدهم ياني أوصل على المحكمة. كاران، ليك هدول الزعران في معهم سكاكين وهيك شكلهم زعران وبيخوف كتير. أنا خايفة، ليش ما بدهم ياني روح على المحكمة؟ هدول شو بدهم مني؟ بتوقع أكيد في حدا بعتهم وراي. ما بدهم ياني اشهد مع بريتا وما بدهم ياني اوصل على المحكمه. اذا بتريد كاران تعال عندي بسرعه. بترجاك تنقذني كاران، ما بدي اياهم يوصلوا لمكاني. تعال بسرعه، اللي شو لازم اعمل؟ ما عم بفهم اي شيء. ليك انا متخبيه مو بعيد عن الطريق. ما تخافي مهيره، انا جاي. اسمعي لقلك، خلي تليفونك معك، مفهوم؟ وتاكدي من تليفونك. اوعك يطفي، عم اتعقب مكانك شوي وبوصل لعندك. خليكي متخبيه بمحلك، ما تخافي. ماشي، تعال بسرعه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.